حياكم الله مشاهدين ومتابعين تلفزيون دولة الكويت وين ما كنتوا، ونرحب فيكم ونحييكم أجمل وأحلى تحية. مساء الوفاء وحب الوطن وسط فرحة وطن وأجواء سعيدة ودافئة ننقلها لكم بسهرة مميزة عبر شاشة تلفزيون الكويت الليلة. حلقتنا وطنية غنائية اجتمعت فيها عذوبة الشعر الوطني والكلمات بصدق المشاعر تجاه ديرتنا الحبيبة الغالية الكويت. راح نكون معاكم بسهرة خاصة ومميزة وضيف أثر الساحة الفنية بالشعر الوطني. تابعونا بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الأعزاء، من وطن السلام والمحبة نطل عليكم اليوم بسهرتنا للسلام وطن باسمكم وباسم فريق عملنا. نرحب ونتشرف بالالتقاء مع قامة من قامات الشعر الغنائي الوطني الشاعر القدير أحمد الشرقاوي. يا هلا ومرحبا فيك. هلا فيك. هلا والله، أهلا وسهلا سرود. أنا سعيد أني ألتقي معاكم وفي سهرة وطنية وللسلام وطن مع أهل أجواء الاحتفالية الحلوة إن شاء الله. فعلا وإحنا سعداء بتواجدك وحضورك، أنك جيت يعني ضيف عزيز علينا. يخليك إن شاء الله، يعزك رجل الله. وطني يخليك. شاعر غنائي وطني طبعا، ما شاء الله نشوفك بالسوشيال ميديا وايد بعد فعال وعندك نشاط حلو، يعني إنسان بمعنى الكلمة يحب الكويت. أكيد. من كل النواحي. ما لنا غير الكويت ولا نسوى شيء من غير الكويت. صح. نروح مهما ارتفعنا نبقى صغار الغامة أمام هذا الوطن. الله. ومهما ابتعدنا يعني لن يغنينا أي مكان عن هذا البلد بكل أجواءه. الكويت تبقى غير يعني. أكيد أكيد يعني الكويت غير. طبعًا إحنا مثل ما أنت عارف فبراير شهر خاص. خصوصاً على الكويتيين طبعاً. وكل من يحب الكويت وعايش على هذا صحيح الأرض صحيح. فنحي احتفالاتنا الوطنية هالسنة تحت شعار السلام وطن، طبعاً اسم سهرتنا احنا استوحيناها من شعارنا. حلو، خش اسم. فشنو تحب تقول يعني للقيادة للمشاهدين بمناسبة الأعياد الوطنية والاحتفالات؟ يمكن هالسنة شوي غير عن السنوات اللي طافت، الظروف اللي نعيشها. بقول أول شيء يعني صحيح يمكن في ظروف، لكن احنا لازم يكون احتفالاتنا دائما في هذا الوطن. يعني لا يقتصر يعني حبنا على شهر فبراير. صحيح. زين، ايضا لا يقتصر حبنا ان لازم في احتفالات فاحنا نحب هذا الوطن. أكيد. زين، بكل الظروف رقم هذه الجائحه يبقى الوطن نحبه، وبالعكس مع يمكن ظروف كورونا يخلينا نحب الوطن. يعني ترى خلينا نحب الوطن أكثر. لأن عرفنا بأن ما لنا غير الوطن. يعني بالجائحة البعيد قال لي بردوني. صح. زين، واللي كان يبي يطلع قال لا يبا خلوني. زين. صح. فبالتالي أنا أقصد يعني
بالعكس راح يعني من غير احتفالات نحتفل احنا من الداخل في وطننا. أكيد. من الداخل. اي والله صحيح، عشان كذي احنا حبينا يعني من خلال تلفزيون الكويت نعمل هذه السهره الوطنيه. يمكن ما تكون مثل ما قلت لك الظروف مثل السنوات السابقه، ولكن هذه مو ظروف فقط على الكويت، بالعالم كله احنا نعيش هذه الظروف، بس نحب ايضا من خلال تلفزيون الكويت وشاشه تلفزيون الكويت ان نستضيف القامات الوطنيه مثل حضرتك طبعا لنثري الاحتفالات. انا مواطن مثلكم. مواطن مثلكم لكن مواطن لك بصمه جميله للامانه يعني في الشعر الغنائي الوطني وايضا الشعر العاطفي، بس ان احنا اليوم يوم وطني. اليوم وطنيين اليوم. انا حتى لابس وطني اليوم. اشوفك. طبعا يقال يعني ان الشاعر في حاله دائمه من التعبير عن مشاعره واحاسيسه من خلال الشعر. وهالمشاعر طبعا يعني شلون تكون لما تكون نابعه من عاطفه حب الوطن؟ لازم نعرف اول شيء الكتابه للوطن، ودائما انا اقولها يعني دائما اقولها، وكوني انا بعد عضو في لجنه النصوص، دائما اقول احنا ندقق اكثر على الوطني اكثر من العاطفي او اي شيء ثاني. الوطني غير الشعر الوطني الأمانة. يعني أنا دائما أقول في حالتين، تبي تكتب شيء وطني أما تقف باستعداد أو تقف بخضوع. الله. باستعداد تقدم الكلمات الوافية بحق المحترمة الشامخة، أو بخضوع اللي هي المحبة والاستكانة. أيه. لهذا الوطن. أيه. في هالحالتين غير العاطفي. يبقى الوطني الحقيقة يعني مع الشعراء حتى كلهم يبقى يعني شعراء الجيدين في صراع في تقديم الكلمة، شنو تقدم لهذا الوطن؟ لأن يعني الوطن يعني تبقى هذه الأغاني خاصة إحنا الآن في زمن، قبل يعني إذا تذكرين قبل ترى ما كان في يعني الأغاني الوطنية بالعيد الوطني ومع السلامة الأوبريتات. نعم. الآن لا، الأغاني الوطنية طول السنة مع السوشيال ميديا ومع التلفزيون ومع الإذاعة للأمانة، وشفنا منافسة. بالضبط، في منافسة وتحدي، منو اللي الكلمة أحلى، منو اللي يقدم شيء أجمل. منافسة قوية الحقيقة في تقديم يعني الأغاني الوطنية. وعلى فكرة هذا خلق أغاني جميلة. صح. خلق أغاني حلوة بصراحة. خلقوا صناعين. طبعا المنافسة تخلق النجاح. بالضبط. يعني وبالذات هالسنة يعني قاعدين نشوف الحقيقة للأمانة يعني ما تدري أي الحلوة فيهم. إيه؟ أغاني وايد حلوة ترى وطنية. لا بس في شيء وايد جميل لك هالسنة رايعين لبعد شوي، مو الحين ما بيحرقه. إن شاء الله. طبعا متى ظهر الشعر الوطني في سماء الشاعر أحمد الشرقاوي؟ يعني المفارقة إن أنا أول ما كتبت شعر غنائي كانت أغنية وطنية، يعني هي أول ما بدأت يعني أول بدايتك أغنية وطنية. يعني هذه البداية كانت هذه المفارقة. يعني لما كنت أنا طبعا كنت أكتب لغة عربية وكان عندي ديوان عيناك آخر محطاتي بالفصحى، لما طلب مني المرحوم الله يرحمه راشد الخضر الله يرحمه اكتب، وكنت أقول له أنا يعني لغة عربية شلون أكتب أغنية؟ فقال لي اللي قادر على اللغة العربية ما يكتب أغنية. فكانت البداية، وبصف بالصدفة البحتة تماما إني كتبت الأولى أنت والثانية أنت يا ديرية الطيبة. الله. في كل شيء صار شيء، وصادف نجاحه الكبير بيوم وليلة تنجح، ودخلت السكة يعني سكة الشعر الغنائي. فالشعر الغنائي يعني الشعر الغنائي بدأ معي في أغنية للكويت وطني. يا سلام. هنا. يا سلام. طيب يعني الشيء اللي أنت يمكن توافقني عليه إن الشاعر لابد إنه يكون قارئ جيد ومطلع، فشلون نقدر نربط القراءة بموهبة الشعر؟ يعني مدى تأثيرها على أحمد الشرقاوي؟ هو شوفي لازم يعني أنت بتروحي السوق وبتشترين. أي. كرتك لازم يصير في رصيد عشان تقدرين تشترين الأشياء الحلوة. نعم نعم. لازم يكون في رصيد. صح. فبالتالي أنت علشان تكتب شيء حلو، عشان تكتب شيء يليق، لابد يكون عندك هني رصيد في عقلك من المفردات، من الكلمات، من الأوصاف، من وضيف عليه طبعا خيالك وشعورك الداخلي، بس لا هو لازم رصيد يكون عندك. ما يصير تكون أنت يعني يعني لا يمكن تلقين شاعر غير قارئ جيد. جميل. لا يمكن. يعني الشاعر الجيد أو الناجح هو قارئ
مثقف قارئ جيد جيد قارئ جيد نعم. وانا اعطيت اسامي يعني الشعراء الكبار لما اروح له في بيتهم دائما القى مكتبه وراهم. حلو. نعم نعم. شاعرنا الغدير وضيفنا العزيز احمد الشرقاوي، ايش رايك نشوف هذا التقرير مع بعض؟ نشوف ونرجع. اسمك يا حلو اسمك ماكو اعز من على قلبي داري الحبيب ربي يسلمك عشتي عزيزه يا وطن حبي. الشاعر احمد الشرقاوي هو احد الفرسان الذين برزوا على ساحه الاغنيه العاطفيه والوطنيه، فقد تميز بمفردات الشعر الكويتي الاصيل. للشرقاوي تعاون مع أهم الأصوات الجميلة، فعلى الصعيد المحلي شارك معه نخبة من الفنانين من أمثال عبد الله رويشد، نبيل شعيل، محمد المصباح. أما على الصعيد الخليجي فقد أبدع قلمه بالتعاون مع طلال المداح، عبد الرب إدريس، طلال سلامة ورابح صقر. مشاهدينا رجعنا لكم سهرتنا للسلام ووطن وضيفنا العزيز الغدير أحمد الشرقاوي. شفنا التقرير مع بعض وشفنا الفنانين الكبار، وتحت الهواء كنت تذكر بعد فنانين. إلا إن بعد قولي لا بيصير أخاف يقولون أنا اللي قايل لكم. يعني في تعاونات مثلا بالنسبة حق الخليج عندي مع راشد الماجد، عبد المجيد عبد الله الله يرحمها عتاب، عندي الكبيسي، عندي القطري لا اله الا الله، عادي عبد الستار فنان مشهور، عندي مجموعه اعمال نعم. يعني مع الفنانين هذول يعني زين. الى جانب طبعا الوطن العربي عندي طبعا أكيد. موجود عندي يعني هم رشيد جيد بسميرة سعيد وناديه مصطفى ومحمد الحلو، ويعني هم ايضا مجموعه يعني نعم. نعم. ايش رايك تسمعنا شعر وطني كذي علشان المشاهدين وليلتنا وطنيه وليلتنا وطنيه ان شاء الله، وراح اسمع شيء هو المفروض طبعا بعرفنا احنا ما نسمع بس اليوم وطني انت طيب وكريم واحنا نستاهل يعني هذا أوبريت خليجي راح يشارك فيه من الكويت. حلو. الفنان عبد الله رويشد، ومن السعودية الفنان عبادي الجوهر، بعدين من قطر عندنا طبعا فهد الكبيسي، وعندنا من البحرين هند البحرينية، وعندنا من عمان الزجالي صلاح الزجالي. بعد في نسيت البحرين قلتها إيه. فراح يشاركون فيه من ألحان الفنان عبد الله القعود، قاعد يسجل حاليا يعني وانا قاعد عندكم قاعد يسجل. حلو حلو. يعني شيء جديد جديد كلش بالمره لاول مره. فنقول فيه ان قلت انا عاشقها وانواري من مشرقها من غير لا انطقها اشر على الكويت. الله. هذا اللي انا اغليها عز وفخر طاريها عرفت من عنيها اشر على الكويت. شمس وقمر نوصفها مثل الذهب أحرفها هالديرة إيه أعرفها وبحبها غنيت أشر على الكويت. الغيمة اللي تمطر ورد وربيع أخضر عن غيرها ما تقصر والعالية بصيت أشر على الكويت. حي البلاد الطيبة لمسالمة لحبيبة أوصف غلاها صعبة وإن قلت ما وفيت أشر على الكويت. بالطيب دايم تسبق تجمع أبد ما تفرق شمس علينا تشرق ونورها بكل بيت أشر على الكويت. ورد وعطر سيرتها والخير في خطوتها أشتاق حق ريحتها. إن جي الرحت ولا جيت أشر على الكويت. طيب الشعب
زينها أرتاح فيها ومنها، كل ما أبعد عنها لأجواءها حنيت. أي والله. أشر على الكويت، أشر على الكويت، أشر على الكويت. الله الله الله، صح لسانك، شيء جميل. طبعا احنا الحين عندنا اتصال مع الفنان القدير المبدع وقام أيضا من قامات الوطن والكويت والأوبريتات والألحان، عبد الله القعود. يا هلا ومرحبا فيك. مساكم الله بالخير. أمسي عليكم على أستاذ المشاهدين وعلى ضيفكم الكريم أخوي العزيز وجراح، الله يعطي الصحة والعافية. عافيك إن شاء الله. يا هلا ومرحبا فيك، منورنا، وكنا نتمناك أيضا تكون معنا، بس يقولون قاعد تسجل العمل الوطني اللي ذكره. الله يعينه. الله يعينك أبو محمد. الله يسلمك. الله يسلمك. طبعا يعني تشوفي كم دولة وكم فنان. إيه يعني عشان بس نقدر ننجزه بالوقت المطلوب، يعني حاولنا نكثف الجهود كل يعني في مجاله، وكلمنا الأصدقاء في دول مجلس التعاون كثر الله خيرهم، كل واحد يعني على هبة الاستعداد للمشاركة في أعياد الكويت يعني بشكل أخوي. وإن شاء الله يعني راح تكون جاهزة على العيد الوطني، إن شاء الله نقدر نحن ننجزها إن شاء الله في قبل يوم 25 إن شاء الله. إن شاء الله نتمنى لكم التوفيق. طبعا إحنا اللي نعرفه أن حضرتك و ضيفنا العزيز عندكم أعمال مشتركة وتعاون مشترك ونجاحات كثيرة، إذا تكلمنا عن التعامل مع أحمد الشرقاوي شاعر الكويت. أكيد وأحمد الشرقاوي قبل يكون شاعر فهو أخ قريب لقلبي وصديق عزيز، ويعني أعتبره واحد من أهلي. أحمد الشرقاوي طبعا صديق درب من البدايات، وشاعر اشتغلت معاه في جميع الأشكال، يعني العاطفي والوطني وحتى الدراما. عملنا كثير من المسلسلات، عملنا كثير من الأغاني الرياضية. حقيقة أحمد الشرقاوي من يعني أنا يعني أعتبره من الناس اللي يعني الله يطول عمره بس يخلدون في الساحة الشعرية الخليجية مش فقط الكويتية. الله الله. وأيضا أحمد الشرقاوي ما شاء الله عليه سريع جدا يعني ملهم. نعم. يعني تخيلي الأغنية هذه، وطبعا كان كاتبها بشكل معين. احنا انا وأحمد دائما نصنع أغنية، يعني ما يكتب أغنية وتلحن على طول، دائما يصير في نوع من التحرش يعني فريق. يعني اقول غير هني، سو هني. وعلى فكرة ساعات هو يدندن بعض الأغنيات. جميل. يعني يلحنها ويكتبها، فيقول لي أنا لحنتها بهالشكل. فهو أيضا شاعر غنائي موسيقي عنده إذن موسيقية. هذه الأغنية على فكرة قلت لأحمد لازم باكر تغير، تزيد لي في كل مقطع. لما قلت أشر على الكويت، فأنا ما بيقول كل مرة أشر على الكويت، فبيقول هذه القافية مالت الكويت. فوالله العظيم يعني في 24 ساعة كان كاتب لي كل القصيدة هذه. وحط القافية الجديدة هي كل بيت صليت. ضحيت. فتحمست مع الجملة يا عبد الله، الجملة اللي سمعتني إياها. وطبعا هو أسمى ما يمكن أنك أنت تعمل فيه هو للوطن. أكيد. وإحنا يعني ما تصورين كم السعادة لما احنا نشتغل الكويت. أكيد. ونكون يعني مشاركين. صحيح. الشعب الكويتي فرحته في العيد الوطني، وان شاء الله تكون يعني اعيادنا مع يعني ذهاب هذه الجائحة اللي صراحة وترت الدنيا وترت العالم. آمين يا رب. ونرجع لأفراحنا الطبيعية والتجمعات إن شاء الله. إن شاء الله. الله يسمع منك يا رب. تحب تقول كلمة؟ بقول يعني عبد الله، يعني لما خدت ورود قالت تجمعكم أعمال كذي وأعمال كذي وقامت تعدد، أنا بيني وبين قلبي يعني كنت بقاطعها وأقول لا، تجمعنا مشاعر قبل كل شيء. فأنت قلت تجمعنا. أنا ويا عبد الله أخ صغير بالنسبة لي يا عبد الله، وليس مجرد يعني ملحن. بمعنى أخ صغير يعني في سوالف خاصة جدا. يعني لو أحسشت شيء، لو كذا صار في عندي شيء، عبد الله من ثلاث أرقام راح ألجأ لهم.
ثلاث أرقام في حياتي أنا ممكن ألجأ حق عبد الله. نعم. وعبد الله يلجأ لي. جميل جميل. الله يدوم هالمحبة. ولذلك والأخوة. تنتج الأعمال الحلوة عشان كذا هذا وبينه. النجاح صحيح بالطبع. صحيح. إيه نعم. الحمد لله. ملحننا الغدير تحب تقول كلمة بمناسبة الأعياد الوطنية وسهرتنا طبعا للسلام وطن. أنا أقول الكويت دائما وطن للسلام. جميل. وأبارك لمقام سيدي حضرة صاحب السمو ولعهد الأمين والحكومة وللشعب الكويتي هذه الأفراح. نعم. والله يديمها إن شاء الله وتظل الكويت دائما واحد أمن وأمان للكويتيين وللمقيمين على أرضها وحمامة سلام لجيرانها. نعم. وأرجع أكرر الله يشيل هذا البلاء بقدرته إن شاء الله. نعم. عن الكويت وعن كل العالم وترجع الدنيا بسلام وبأمان وكل واحد يكون مطمن على أهله وعياله وأهله وإن شاء الله آمين. تكون هذه يعني مع أعيادنا الوطنية تكون تباشير الخير حتى لانفراج هذا يا رب يا رب. شكرا لكم وشكرا لكم على الاتصال. يعطيك العافية. يعطيك العافية. تستمتعون مع هذا الشاعر ما قصرت. شكرا. يا هلا ومرحبا فيك وهذه الساعة المباركة وشكرا على المداخلة. شكرا لك الملحن عبد الله. نتكلم عن الأوبريتات يعني حالة خاصة لوحات فنية وتناغم وأغنيات وشعر ولحن كن مساء ذكر هو أنه شيء يعني لحن يتركب على كلمات في أشياء إيه يعني أنت تأخذ رأيه وهو يأخذ طبعاً. رأيك عدل. الأوبريت الوطني يعني اللي عملته أول أوبريت وطني عمله شاعرنا القدير أحمد الشرقاوي. أنا بدأت مع منو تعاون؟ أي أنا بدأت مبكر في الأوبريت ليش إيه؟ أنا صادفت لما تعاونت في البداية تعاونت مع راشد الخضر. راشد الخضر الله يرحمه. الله يرحمه. يعني كان الملك في ذاك الساعة. نعم. زين فحققت معاه نجاحات العاطفية لكن وبعدين يعني الأمانة احتضني الأستاذ الكبير يوسف منا احتضني بمعنى احتضان. نعم. خلاني كذي بجناحه وعلمني أن الأغنية مو بس أغنية عاطفية. نعم. وعلمني أن الأغنية رسالة. الأمانة أنا أكررها هذه يجب أن أقولها في حقة. نعم. فهني بديت وعلمني وبدأت معاه في أوبريت اسمه في حب الكويت. الله. يمكن سمعتي في حب الكويت وايد بس هو أول عمل انعمل اسمه في حب الكويت. أنا عملته وكان يشاركني أستاذي يوسف ناصر. وقدم هذا العمل في أعتقد سنة 90 زين اللي هي سنة الغزو بإخراج الأستاذ الكبير محمد السنعوشي. الله. أخرجها عند الأبراج وكانت في أغنية مشهورة منقوش نكشة الذهب منقوش يا كويت اللي يلا يلا حبك يا الكويت منقوش نكشة الذهب منقوش يا كويت. وغناها اشترك فيها وين يعني اشتركوا فيها فنانة نوال وحنين مسي عليها واستاذ عبد الكريم واستاذ غردي شاطر الله يرحمها ومجموعة الحقيقة من الفنانين نجوم الغناء في الكويت. فهذه كانت أول تجربة في قضية الأوبريت. وبعدين يعني أقدر أقول أنا يمكن أول من كتب أوبريت بعد الغزو اللي هو صمود وتحدي. أيضا الحان يوسف منة. نعم. مع الفنان شوار عبد الله عبد المجيد عبد الله عبد الله رويشد سناء القراج. نعم. الفنانين هذول نمسيهم بالتحية نجوم كبار. زين وبعدها بلشنا وبلشت وآخر الأوبريت اللي كتبناها اللي هو مع عبد الله القعود اللي هي اللي هي الأوبريتات الوطنية. أي. تحت إشراف الشيخة أمثال. نعم. صباح المسي مسي عليها بالخير أكيد نوجه لها تحية. يعني الأمانة جروب مشترك بالتخطيط يعني بدراسة وبعدين تبتدأ الكتابة وبعدين تبتدأ التلحين فريق كامل يعني للأمانة. نعم. نعم طبعا كان لك أنت يعني بصمة واضحة وميزة الحين ذكرت لما دخلنا في الأوبريتات السنوات الأخيرة طبعا وتعاونت مع وزارة الشؤون الاجتماعية مع المعهد العالي للفنون والموسيقى يعني هذه الأوبريتات الوطنية لها طابعها حتى الخاص يعني اللي هم احتياجات الخاصة والاحتياجات الخاصة أنا ما أرد هذولي صراحة
صعب ما لا يمكن أرد، فهم يشتغلوني بصراحة المشرفات يشتغلوني ما يخالف يستاهلون يستاهلون أنا قاعد أقول ما أرد فكان يعني كان لها طابعها الخاص هذه الأعمال كلها صحيح. أنت عبالك إحنا ناسين مو ناسين هذا تاريخك نفتخر ونعتز فيه فليت. طبعا ولك شرفني أكيد تناغم هذه اللوحات الغنائية وألوان الفن المختلفة والتجهيز ندري انه صعب وندري انه في جيش يشتغلون اللي صحيح. احنا نشوفه شيء لكن صحيح. خلف الكواليس البروفات والمدربين والمعلمين عدل ولا لا والفنانين في في جهد اداره كامله نعم. اداره كامله تشتغل بس بدل ادارها تشتغل على شنه كامله لا تشتغل خلال فتره بسيطه فجهد كبير للامانه فشنو العائق من اعاده هذه او تنفيذ هذه الاوبريتات الوطنيه طبعا الحين ما في مجال الحين ندري احنا كورونا ان شاء الله مثل زين بس لما لما ترجع ان شاء الله ما راح يكون في عائق ان شاء الله راح ترجع الامور ان شاء الله وراح يستمر الاعمال في الاوبريتات زين بس للامانه الان قاعد اشوف انا هالسنه واكررها الحقيقه في نشاط كبير نشاط كبير بالنسبه للاغاني نعم. ومو بس هالسنه للامانه انا بوجه كلمه شكر حق وزاره الاعلام العاده انا كله انتقد سبقتني بس يلا قول تفضل العاده انتقد وزاره الاعلام زين بس للامانه شوف يعني الواحد ما يخالف اذا كان انتقاد بناء ما يزعل يعني عادل. الواحد على قولته نعم. يعني في السنوات الاخيره للامانه يعني انا اقول كلمه لولا وزاره الاعلام وحددتها في مراقبه الموسيقى للدكتور احمد حمدان وفوق سعد الفندي وفوق الوكيل المساعد الشيخ فهد نعم المبارك وبمساعده تلفزيون الكويت بالذات في الأغاني الوطنية جميل لانتهى الفن الكويتي أعطيها باختصار كبيرة الأغنية يعني قصدي عفوا كبيرة الكلمة لكن هذه هي الحقيقة كل الأعمال اللي قاعد تعمل هم اللي حركوا الناس هم اللي اتصلوا في الفنانين هم اللي استقطبوهم هم اللي يابوهم للأمانة وصارت خلية نحل الإذاعة بالذات ومن بعدها تأتي التلفزيون يعني معلش إحنا قبل الكم سنة اللي فاتوا أغاني وطنية وين كانت الأغاني الوطنية ترى ما في أغاني وطنية قاعد تعاد اللي من قبل الآن لا نشاط حلو شقارة غاني جميل ومنافسة صراحة شهادة نعتز فيها لأن هذه حقيقة يعني راجع العيد الوطني الحين والعيد اللي قبله واللي قبله وقبله شوف الأغاني قاعد تنزل وأسماء يعني أسماء النجوم عندنا في الكويت يعني أتمنى الحقيقة أنه يستمر هذا الموضوع إن شاء الله الأوبريت هذا الحين أنا توني قاعد أقول عن الفنانين الخليجيين أنا كنت قاعد مع السيدة الوكيلة وجه لها تحية محمد المحسن نعم زين ديرة الهويدي نعم الأستاذة وأيضا الأستاذ تركي المطيري أبو عبد الله وجهم تحية يعني عارفين أنا شنو مسوي قالوا ترى في الأوبريت قاعد ترى أوكي أنا تفاجأت فيه الحقيقة أنهم متابعينك صراحة يعني تفاجأت وأنا قاعد وياهم يقولون فبالتالي الاهتمام هذا وما أنسى مراقبة التلفزيون وإدارة الإنتاج بالتلفزيون مراقبة المنوعات عشان لا أبخسهم حقهم نشاط كبير يشكرون عليه نعم نعم صراحة وأنت تستاهل الله يكرمك يعني أنت قامة من قامات الفن الكويتي والشعر الغنائي الوطني أكيد ودائما هذا يعني صراحة شهادة نعتز فيها من حضرتك لأن فعلا وزارة الإعلام يعني تهتم في الفنان تهتم في المبدعين تهتم في الفنانين ولادة للأمانة يعني تحتضن جت فترة انقطع هذا الموضوع واللي كان فيها النقد هني الآن لا تلاحظ الشباب قاعد يشتغل صحيح صحيح يعني مو بس الكبار الكبار استقطبتهم نعم والشباب قاعد يشتغل يعني وحلو إنه يطلعون الشباب وهذا حلو هذا الشغل هذا الشغلة اللي كنت بسألك عنها حلو. إنه يعني الكبار اللي لهم تاريخهم والشباب الصغار هذا الاندماج يعني وهذا التعاون شنو كلمة تقولها من هالناحية بقول يعني؟ شوف إذا الكبير ما احتضن تبادل الخبرات إذا ما احتضن الصغير سيتم الصغير صغير يعني مثل ما احتضنونه إحنا أنا قاعد أقول لك راشد الخضر الله يرحمه الله يرحمه وبعدين يوسف المهنة وبعدين الدكتور عبد الرب إدريس أي نعم هذول يعني أنا أتكلم عن شخص شخصيتي أنا عمالقة أي احتضنوني أنا وغيري أيضا من الفنانين من يعني اللي هم المطربين يكونوا صغار واحتضنوهم ملحنين أو شعراء كبار إذا ما راح يكبرون هذولي صح
صحيح. راح يكبرون، فبالتالي لابد الاندماج ما بين الكبير مع الصغير علشان ينضج هذا، وعلشان يعني يصير عنده هذا يعطيه من خبرته مثل ما هذا خذ من خبرته. أي. يعني فبالتالي وقاعدين نشوف الحقيقة النتائج. النتائج جيدة للأمانة. يعني وهذا ضروري، أنا أقول حق الصغير احتك في الكبير، ويا كبير لا تشوف نفسك. أي. لازم عليك دور رسالة أنك تأديها وتحتضن. هذا الفن السامي والرسالة الجميلة، أن الكبير يحتضن الصغير علشان يعني يطلع جيل ناجح، جيل فعال، جيل له بصمة أيضا عشان تستمر يعني هذا النجاح. وبعدين نبي نافسنا. إنزين أنت تتعلمون من الشباب للأمانة؟ يعني أنا اليوم ترى متصل في ملحن شاب، قال أقول الله، اثنين مو واحد، الله خوش عمل، الله خوش عمل. أنا اليوم على شخصي متصل في شباب، متصل في حمد الخضر، قال أقول الله حمد خوش عمل. أنا طبعا مشتغل مع حمد الخضر. اي راح جايين جايين. بس اليوم متصل فيه، عندي عمل جديد نازل مع مطرف المطرف. اتصلت فيه وقدمت عمله واثنيت عليه، واتصلت في عادل الفرحان وهم اثنيت عليه وكذا كذا. جميل. أنا متصل. لازم لازم. هاي روح جميلة. لازم، وأكيد أكيد. في ناس اتصل فيني يعني اليوم يوسف مهنا داز لي أستاذي، ما شاء الله نشاطك واضح في العيد الوطني. حلو. إي والله اليوم داز لي مسج. هذا التشجيع وهذه الرسائل هي الفنان يحتاجها علشان يكمل. إيه. أكو التواصل صحيح. زين احنا وايد تكلمنا صح؟ بس نبي شوية نسمع منك شعر حلو، يعني نبي نستقل وجودك. إن شاء الله إن شاء الله. أكيد المشاهدين متعطشين إنه يسمعون. لا وإحنا اليوم مثل ما قلنا يعني اليوم لازم غير اليوم. وطن الجمال، وطن الجمال يا موطني يا كويت، انت الجمال بدنيتي واحساسي. وطن الجمال يا موطني يا كويت، انت الجمال بدنيتي واحساسي. وطن النجوم العالية بالصيت، فيك افتخر والله وعلى راسي. تشرق شموسك، تشرق شموسك في العطاء والخير من عهد لعهد، وعسى ما تغيب. معذور أنا لو قلت عنك غير، عمرت هالدنيا بسلام وطيب. وربي يعز نواف، وربي يعز نواف عز الدار، يسلم لنا طول العمر آمين. فيه احتمينة، فيه احتمينة وحوله احنا سوار. شيخ التواضع فيه محظوظين، وطن الجمال يا موطني يا كويت. الله 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 عليك. الله ايش رايك نطلع تقرير عن الاوبريتات ونرجع نواصل حديثنا؟ حلو حلو. سلام وبخير وحب واحترام، والنور يغطينا وغطى كلمة سلام. ويتي أنا وحلم الخير بس حلمي، بس حلمي. ويتي أنا وحب الغير في دمي، ويتي أنا ويتي أنا. يا كويت يا كويت شعار. حبي أنا لون الربيع
اشوف كل الوجود ارض وسماء ووعد وعهود ما نختلف والحب في بينا يسود مشاهدينا الاعزاء. رجعنا لكم سهرتنا للسلام وطن وضيفنا العزيز القدير اكيد احمد الشرقاوي شاعر الوطن. طبعا شفنا الاغنيه مع بعض واحنا قبلها كنا نتكلم عن الشباب وعطائهم والاندماج والتشجيع. هذه كانت اغنيه مشاري العوضي. فشنو هي؟ طبعا مش مشاري طبعا مشارك فيها. يعني هذه اغنيه تجسيد حق الشباب. اي نعم. لما يقولون يعني التعاون. هذه الاغنيه لما انا عملتها مع طبعا الملحن اهم شاب ضاري الحسيني. زين نحيي. قلت له ضاري نبي شباب. نبي شباب لان احنا قاعد نتكلم عن حلم كويتي بالسلام وبالامان وبالخير وبالعطاء. فنبي الشباب. يعني هم خير من يجسد هذا الشيء الحلم. لأن الشباب هو من يحلم. فتم الاختيار يعني اللي في الساحة موجودين. ولا وما في قصور طبعا في الباقي بس ما تكفي. مشاري العوضي وحمد العماري وحمد القطان وشيماء وشيخة وطبعا عبد القادر الهدود. يعني عبد القادر الهدود هو شايب بينهم الحين طلع الحين بيكلمني بيقول ليش قلتي يعني بالنسبه هو مش شايب بس اكبرهم. عبد القادر مساك الله بالخير. نعم طبعا حضرتك ذكرت مشاري العوضي وهو معنا الحين مداخله. مساء الورد مشاري وحياك الله معنا بسهرتنا وكل عام وانت بخير. مساكم الله بالخير على جميع مستمعين ومشاهدين تلفزيون الكويت ومسي بالخير على اخوي الغالي وابوي حبيبي حبيبي الشرقاوي. حبيبي وشخبارك حبيبي حبيبي مشاري. حبيبي مشاري كلام بس بقول كلمه حق في حق هذا الانسان زين قبل لا يكون هذا فنان. ابو جراح من الناس اللي من الداعمين من اول الداعمين كانوا لي من اول بداياتي سواء بالاغاني الوطنيه بالاغاني العاطفيه ما سكر الباب باي واحد فينا من الفنانين الشباب. هذه شهاده حق تنقال من القله اللي موجودين من الكبار اللي موجودين في الكويت وهو كان واحد منهم اللي ادعموا الفنانين الشباب. يعطيك الف عافيه والصحه والعافيه. حبيبي مشاري. حبيبي مشاري تاكد ان انا يعني لما ادعم مثلك ومثل الشباب الثاني تاكد بانهم عندهم موهبه. انا يعني تاكد لو موهبتك يعني تسلم. معلش مهما احبك ما راح ادعمك لكن موهبتك واللي اعتقد تجلت في يعني يمكن اغنيتك الاخيره مع عبد الكريم عبد الغادر استاذنا الكبير الله يسلمك يعني يمكن تبروزت هذه الموهبه. ها زين مشاري يعني طبعا طبعا. نعم. يعني احنا شنو نبي احنا كفنانين شباب شنو نبي اكثر مما الفنانين اللي سبقونا الشعراء الكبار الفنانين الكبار انه يدعمونا. يعني ابو جراح توا مثل ما قلت كان من الداعمين الاوائل اللي يدعمونا في مسيرتنا الفنيه. نعم. ابونا عبد الكريم عبد القادر الله يعطيه الصحه والعافيه. الله اغنيه كانت من
الالحاني وتوزيعي كان حلم من احلامي ان التقي في هذه القامه الفنيه الكبيره. جميل. اليوم انا قاعد اشتغل معاه ومركب صوتي معاه في مقطع كانها دوتو الاغنيه يعني. روعة. منو حلم يعني منك؟ اي والله منو حلم فينا كنا ان احنا ممكن نقابل هذه القامه الفنيه الكبيره؟ اليوم احنا قاعد نشتغل معاه وقاعد نغني معاه. هذه الكويت، هذه الكويت دائما الكبار يعلمون الصغار، التواضع يعني موجود عند الكبار ويعلموننا احنا الصغار ونعلم اللي بعدنا. اكيد، والكويت كلنا ايد واحده اكيد، يعني كل شيء يمثلها. نعم. يعني نعم. كل نجاح لاي كويتي يمثل كل كويتي طبعا. حلو كذي؟ اي طبعا. طيب مشاري يعني علشاننا وعلشان سهرتنا والاعياد الوطنيه احنا طالبينك طلبه اليوم انك تغني لنا شويه. حاضر. بمناسبة الأعياد الوطنية أنا قبل فترة كنت منزل أغنية اسمها من أجل الكويت. نعم. يعني كان يقول خلنا نوقف وقفة كلنا من أجل الكويت. طبعا هالأغنية هذه كانت من ألحاني وتوزيعي كلمات الشاعر أبان الرفاعي. أي. أسمعكم منها مقطع. يا كويت يا بعد أمي وأبوي كل شيء ولنك تزعلي أوقف بجنب أختي وأخوي بفزعة وطن متماسكين أنت الأمان أنت الحنان وفي حضنك انا ربيت بوقت الرخاء وبوقت الشدايد افدي ترابك يا كويت وكلنا فدا الكويت كلنا فدا الكويت كلنا فدا الكويت كلنا فدا الكويت. الله 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 يا مشاري. كلنا فدا الكويت. أنا الشكر. الله فعلا الله كلنا فدا الكويت. شكرا لك. بعد بمناسبة الأعياد الوطنية حبيت أهني صاحب السمو ولي عهده وجميع الشعب الكويتي واللي يعني عايشين في هذه الأرض الكريمة. كل عام وأنت بخير. وأنت بخير وحياك الله وشكرا. شوف على خير إن شاء الله مشاري. على خير يا وجه الله. حبيبي نلتقي. مشكور حياك الله. شكرا. طبعا هذا الكلام اللي كنا نتكلم فيه وإنه شلون دخول الجيل الجديد ومشاركتهم الحالية بتقديم هالأغاني. أيه. وترى شفناها في الأوبريتات السنوات الماضية. أيه. صح؟ تخلص ما أنا قاعد أقول في الفترة الأخيرة. أيه. حقيقة صار في تحول عقب. أيه. يعني صار في ركود في فترة مرت علينا. أيه. ركود تعيل كلش. أيه. بس السنوات الأخيرة الأمانة يعني على قولتهم دائما يعني أنت متى تنهض متى تقوم. أيه. لما تسقط. إيه؟ احنا جتنا فتره ركدنا حيل. اتكلم على المستوى الفني. لا الان فعلا قاعد تشوف وقاعد تشوف قاعد تشوف النتائج بصراحه. إيه؟ إيه؟ قاعد تشوفها ويعني تبشر بالخير. وهالسنه يمكن مقياس. لو تتابعين الاعمال الوطنيه. إيه؟ تجدين يعني الكل مشارك النجوم وايضا الشباب وكانوا نجوم في تقديمهم وانا احب اركز عليهم يعني. نعم. للامانه انا تعاوني ايضا يعني معهم كان لي نصيب في التعاون مع الشباب. جميل. يعني المطرف حمد الخضر. وين معناها هذه مش عشان ما حد يزعل. انا خاف يعني عشان ما نزعل احد. ويوم احنا تعاوننا. في البدايه ترى هم يعني انا يعني اتصال توقعت اتصال من يعقوب الخبيزي الدكتور يعقوب الخبيزي. أيوة. اللي هو في اول اغنيه. أيوة. زين كنا احنا يعني كنا ترى شباب انا وياه. أيوة. سنة هذا الكلام سنة يعني بواحد وتسعين بس بعد التحرير. أي. زين وكنا ندور بعض. بالقاهرة طبعا. أي. تخيل بالقاهرة وين تلقى. أي. وين زين ويوم اشتغلت أنا معاه في عيدية كويت. الله. زين اللي هي الفنان عبد الله الرويشد. أي. هي عيدية كويت. فبالتالي يعني حلو يكون الشباب يتعاون مع بعض لكن حلو انه يحتضنونهم ايضا كبار ويقولون لهم يعني يعطونهم الخبره. الخبره هذه الخبره مهمه. اي الخبره الان مثل جوجل.
جوجل يقول لك يبا تعال بعد ساعة أنت بتوصل مدينة الفلانية أو بعد ساعتين. عدل. يسهل لك يعني. أنا أقول ده. ترى يشترون الخبرة. إيه طبعاً. تشترى الخبرة. طبعاً أكيد أكيد. نعم نعم. أكيد أنت ما سمعت عن اللي اختربت الماكينة في السفينة. إيه. اختربت الماكينة في السفينة. إيه. عيزوا بيصلحونها ما عيزوا. مو قادرين يا أبو خبراء السفينة ومش عارف إيش يعني مصلحين مهندسين ما عرفوا. قال له واحد يبغى، أنا أعرف واحد يبغى يصلح طراريد بنشيل صغيرة يمكن ينفع. يا ريال كبير وكذا ومع جنطح الكبر طالع من شنو كان يقضب له مطرقة صغيرة ويسوي طك. قال شغله وهي اشتغلت. كم تاخذ؟ قال 10,000 دينار. شنو 10,000؟ جاي لي طاق لي حضرتك طك 10,000 دينار. قال ايوه الطقه كلفتني دينار لكن 9,990 هذه الخبره. شفت هذه الخبره. هذه الخبره فعلا. طبعا تنوعت مواهب القدير احمد الشرقاوي ونعرف عنه انه نشيط مو بس على مستوى الكلمه او الشعر ولكن ايضا له نشاط اعلامي قديم وما زال. طبعا حضرتك كنت ضابط في وزارة الداخلية ومقدم برنامج الأمن والمواطن ورسائل الأمنية. يعني هم وطني هم وطني وطني. مو هذا اللي أنا من بداية اللقاء شنو قلت لك؟ قلت لك يعني أنت وطني من الأزل من الأساس. يعني لدرجة أن أول شعر كتبته قلت لي أنه كان وطني طبعا. وكنت تقدم هذه الرسائل الأمنية على تلفزيون دولة الكويت ويعني هذا الشيء يعطينا الإحساس بالمسؤولية الوطنية. ويمكن أول رسالة دخلت فيها بالتلفزيون بعد يوم ما أقولها أول رسالة أول طلعت التلفزيون كانت في حادثة في الكويت وكنت أقول أدعو المواطنين للتعاون من أجل الوطن والتقدم بشهاداتهم والمساعدة ومد إيدي المساعدة لرجال الأمن وكل مواطن خفيف. هذه كانت أول رسالة. خلنا نشوف التقرير إيش رأيك. يلا خلنا نشوف التقرير. كل شيء صرتك يا ديرتي الطيبة في كل شيء صرتك الأولى في القلب ويتنا يا كويت الأولى في الحب. يترجم حب الوطن إلى واقع ملموس وأفعال حقيقية تعبر عن صدق الانتماء. فقد كان للشاعر أحمد الشرقاوي الحس العالي بالمسؤولية اتجاه ديرتنا الحبيبة الكويت منذ بداياته عندما التحق بوزارة الداخلية وتوليه منصب مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام. فقد ترجم تلك المسؤولية المجتمعية بالظهور الإعلامي على شاشة تلفزيون دولة الكويت. نحن في برنامج الأمن المواطن نحن دائما إذا قدمنا شيء سواء كان قرار أو قانون بأن احنا نحاول أيضا أن ندخل لكم من باب الإقناع وليس فقط من باب الأمر. هو قرار وزاري واجب تنفيذه وإلا فيه تعريض إلى المخالفة المرورية. لكن القضية أيضا محتاجة إلى عملية إقناع الأطفال اللي عنا فيهم هذه الفقرة الجديدة من القرار الوزاري السابق الخاص بحزام الأمان. ليش؟ إيش معنى الأطفال؟ ركز عليهم وأضاف فقرة جديدة في القرار الوزاري. شفنا تقرير مع بعض شو تقول؟ نعم طبعا جميل انه رجل وطني الحمد لله من الأزل وبعدين الشعر الوطني وشاعر غنائي وطني وبريتات وطنية وبعدين اتجهت للعاطفة لأن خلاص الحين عرفنا سر احنا اليوم سرتنا ان اول شعر كتبته كان وطني صحيح. واليوم مع ما شاء الله السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي ايضا يعني لك مشاركات جميلة قصص تحكيها مواعظ حكم نصائح أنا من متابعينك. يعني شوف أنا أقول دائما إذا كان عندك عندك يعني عندك خير الخير هذا يعني أو عندك يعني الله رزقك في شيء أيا كان علم أدب مال أي شيء يا أخي قدمه.
لا تبخل على الناس، لا تبخل على الناس صح، اي لا تبخل على الناس، خل نورك امامك وليس خلفك، وخل الناس يتعلمون من خبرتك ومن علمك وقراءتك، لان يعني مطلع وقارئ جيد. وابي ابث يعني انا يعني معلش يعني قاعد اركز على بث انه يعني احنا عندنا الحين يعني ثقافه التحلطم وايد، اوكي التحلطم بس ما يكون التحلطم هو صح نهج حياتك خلاص صح، صح يعني تحلطم على اللي يحتاج تحلطم بس ما يصير حياتك، بس في نعم كثيره نعمه تحتاج حمد وشكر علشان الله يزيدنا. طبعا عندك تعاون جميل مع الفنان الجميل الصوت الشجي الرائع الكويتي محمد المسباح، الله محمد وجاسم اكيد، والفنان المبدع ايضا حمد الخضر طبعا اللي الحين طبعا مشاركنا باتصال. يا حمد ها مساءك ورد. الله يا حمد معنا استاذ حمد، مساء الخير استاذ حمد. هلا والله اختي ورود يعطيك العافيه. يا هلا ومرحبا. هلا فيك. هلا والله الناديك الناديك ما ترد. لا والله قاعد انا اسمعكم بس انتم اللي ما تسمعوني والله. يا هلا ومرحبا فيك. يا هلا ويا مرحبا وانا صراحه سعيد بمداخلتي معك اختي ورود، حياك، مع شاعر الوطن الاستاذ احمد الشرقاوي. حبيب قلبي حمد. حمد طبعا يعني حمد لمعزتي. شلون معزه؟ انه هو اول شيء يعني انه هو الملحن اللي قاعد اتعامل معاه الشاطر الناجح المبدع، والمعزه الثانيه واللي لا تقيم انه هو ولد راشد الخضر، وانه وهو كان صغير كان يجينا حمد عندي الاصور موجوده يا حمد موجود قاعد قدامنا واقف قدامنا. فحمد لا 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 طبيعه خاصه عندي انا يعني انا حمد يعني طالما هو موجود ودائما اقول له انا واقول له ابوك ما مات الله يرحمه هو موجود عندي يعني موجود فهو يعني للامانه يعني خير من يمثل الوالد في اخلاقه. لما نقول احنا راشد شنو اخلاقه شنو سلوكه، ترى حمد للامانه يعني بخط الوالد الله يرحمه بسلوكه واخلاقه، ولذلك محبينا وايد حمد. اي اكيد اكيد احنا فرحانين انك اليوم معانا طبعا عبر الاتصال بسهرتنا للسلام وطن، لكن نبي نتكلم عن التعاون اللي بينك وبين شاعر الكويت اكيد احمد الشرقاوي والفنان الجميل الصوت الشجي محمد المسباح بهذه الاغنيه الوطنيه الجميله. طبعا شوف هذه الاغنيه انا تشرفت بتلحينها وهي اللي من كلمات الاستاذ احمد الشرقاوي. نعم. طبعا كانت بتكليف من قبل وزاره الاعلام. نعم. قالوا حمد نبي نسوي شيء خارج عن المالوف، نبي اغنيه باللغه العربيه. جميل. فيت في بالي كذي اسوي يعني شيء مارش عسكري، ويا في بالي يعني غير ان مارش عسكري منو اللي يكتب لغه عربيه بشكل مميز؟ ف يعني ضربت عصفورين بحجر ان الشاعر احمد الشرقاوي وخصوصا اني انا سمعت انه بدايته كان يكتب باللغه العربيه. نعم. وعلاوه على هذا ان الشاعر احمد الشرقاوي عسكري. نعم. فاخترت نعم. فالحمد لله يعني لما اعطاني الكلام والله اني ما طولت فيه ابدا يعني ما طولت صحيح. فيه تلحينه واعطاني الكلام ملحن يعني حتى كان لما أعطاني الكلام سمعت اللحن. نعم. يعني سويته على كذا شكل إلى أن استغرينا باللحن اللي سمعته، لكن يعني من كثر ما كان الكلام سهل لحنت أكثر من لحن. نعم نعم وجميل طبعا. وشون تم اختيار تم يعني الفنان محمد المسباح؟ محمد المسباح المسباح طبعا كان في نقاش بيني وبين حمد سولف انت انا بعلق بعدين. لا طبعا هو احنا كنا نبي نشوف منو الفنان اللي يجيد الغناء باللغه العربيه الفصحى. نعم. وقعدت اتناقش وياه بصراحه يعني على كذا فنان الى ان وقع الاختيار على الفنان. طيب. محمد المسباح ونعم الاختيار والأجاد والله صراحة لا أجاد. صراحة أبدع يعني وأجاد والأغنية جميلة أقسمت يا نواف فعلا كلمة. وأنا قلت حق حمد وحمد يذكر قال قاعد يقول لي إيش رأيك، قلت له هذا عمل فاخر يقدم في بداية العهد الجديد. الله. يعني إحنا بعد قلت له إحنا تونا يعني تونا فاتحين الباب بسم الله. نعم. مع يعني مع شيخنا الله يطول عمره الشيخ نواف يعني والشيخ مشعل ولي العهد الأمين. ايه؟ يعني تونا نبي نقدم شيء فاخر يعني. ايه؟
فكانت هذه يعني كنت أقول لو هو يقول لي قلت له إيه حمد هذه أغنية فاخرة. وطبعا أكد هذا الكلام اللي أكبر منه اللي هو إن الشيخ يعني الله يطول في عمره إنه يعني أعطانا كتاب شكر فيها. أكيد لا تستاهلون أكيد يعني توج هالعمل هذا في الكتاب. نعم كتاب الشكر. طبعا الشاعر أحمد الشرقاوي يمكن أنا ما تعاونت وياه تعاونات كثيرة يعني عملين. نعم نعم وهق في نفس أول واحد أفكر ألجأ له الشاعر أحمد الشرقاوي وصلح لي على الكثير من النصوص يعني. نعم جميل. مو حق غيره. نعم. فبصراحة الشاعر أحمد الشرقاوي دائما هو المنقذ بصراحة. نعم. حبيب قلبي. والكثير يعني من الفنانين مو بس أنا يعني. نعم. خليك. حمد الخضر شكرا على المداخلة وكل عام وأنت بخير والله يوفقك وإن شاء الله نشوف لك أعمال أخرى. راح نسمع هالغنية ونرجع إن شاء الله. يدي يا سيدي يا مدها مبايعا بالعهد والولاء أقسمت يا نواف يا أميرنا أشاهدي ربي على الوفاء يدي يا سيدي يا مدها مبايعا بالعهد والولاء الحلم أنت ملهما لموطني ترقى بنا بالعز للسماء. هذه شفنا هالغنية الجميلة الكلمات الجميلة التصوير الرائع الأداء الفظيع الألحان الجميلة. شكرا لضيفنا العزيز على الحضور شكرا على الروح الطيبة شكرا على وطنيتك الجميلة اللي احنا نتعلم الشكر لكم والشكر لوزارة الإعلام تلفزيون الكويت الشكر للكويت ان تعيشنا هذه الاحتفالات عسى الله يحفظ الكويت ويحفظ أميرنا وولي عهدنا والشعب الكويتي إن شاء الله كل من يحبنا وكل عام وانتم بخير وحنا وانت بخير ويا هلا ويا مرحبا فيك مشاهدينا كانت هذه سهرتنا ليلة من للسلام وطن من أرض السلام أرض الكرام درة الخليج عروس الخليج الكويت نلقاكم باكر إن شاء الله وإلى اللقاء.